برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينر رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته 17 من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس. في بداية الجلسة رفعت معالي رئيسة المجلس أسماء آية الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعم جلالته لعمل مجلس النواب وحرص جلالته على تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين وتوجيهه السامي بعدم إدخال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات والاستمرار في إيجاد البدائل الأخرى التي تساعد على مواجهة التحديات. وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد ونجمة أمين عام مجلس النواب بتصريح شمل أبرز ما دار في جلسة اليوم، إذ بدأت الجلسة أعمالها باستعراض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وجمهورية البرازيل بشأن الخدمات الجوية، فيما ناقش المجلس عددا من الاقتراحات والمشاريع بقوانين واستعرض عددا من أسئلة النواب، كما وافق على إصدار بيان بشأن منع استضافة متحدثين إسرائيليين من دخول مملكة البحرين. اليوم كانت وقفة مشرفة من قبل السادة النواب، خصوصا مع القضية الفلسطينية ورفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذه جاء من منطلق الرغبة الشعبية من الشارع اللي احنا مثلناها في قبة المجلس، وأيضا دور القيادة الرشيدة في رفض هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني. فشكر خاص لكل السادة النواب على موقفهم لهذا اليوم، وبإذن الله احنا راح نسعى لسن اي تشريع يمنع التعامل مع الكيان الصهيوني. في مخاوف طبعا من الشعب البحريني بالنسبة للعدد الكبير الهائل اللي طلع تقاعد اختياري في وزارات او مؤسسات شبه حكومية، راح تتأثر بشكل كبير لهذا العدد الكبير اللي خرج منهم. فاحنا نبي تطمينات من سعادة الوزير كنا ان هل راح يتم سد هذا العجز الكبير لعدد الموظفين اللي خرجوا، ومتى راح يكون، وأيضا هل في خطة بديلة لأساس تكون إحلال بحرينيين مكان البحرينيين اللي خرجوا في هذه المؤسسات أو الوزارات الحكومية.